السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الرياضية نقدمها لكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية الثالثة. والبداية بالحدث والعرس الكروي الكبير الذي عاشته الجزائر أمس عقب تتويج فريق اتحاد الجزائر بلقب كأس الكاف للمرة الأولى في تاريخه رغم خسارته بنتيجة هدف دون رد. تتويج أبناء سوسطارة خادمهم فيه لقاء الذهاب بفوزهم بهدفين لواحد، وهي النتيجة التي مكنته من حمل الكأس بعد 98 دقيقة بملعب الخامس جويليا الأولمبي. من جهتها زار مجسم كأس الكاف مقر التلفزيون الجزائري ودار عبر أقسامها ومديريتها، واستقبل السيد المدير العام سيد نذير بوقابس وفد فريق اتحاد الجزائر وهنأهم بالتتويج وأكد لهم مرافقة التلفزيون الدائم لتطوير كرة القدم الجزائرية والأندية التي تمثل الجزائر في المحافل القارية. هذا وأكد رئيس مجلس إدارة فريق اتحاد الجزائر أعراب سيد أحمد أن فريقه استحق التتويج، مؤكدا أن زيارة مقر التلفزيون أضحى عادة لا تتخلف عنها النوادي الجزائرية عامة واتحاد الجزائر خاصة. لو ان تي في عندي اون هيستوار معهم. جي ترافاي افيك لو ان تي في بوندون بريسك 25 عام. جيتي ريسبونسابل دو كومونيكاسيون دان مينيستير. اي دونك جي دايور سي بوقابس جو لو روتروف quelques temps après et ça m'a fait plaisir à la belk rani fi dari le ntv je suis chez moi et ben voilà j'ai promis je vais à la télévision قلت لهم la première وين نروح نجيبها le ntv et ben rani جبتها. وعقب مباراة اتحاد الجزائر ويونغ افريكانز التنزاني عبر مدرب فريق الاتحاد عبد الحق بن شيخة عن سعادته بالتتويج معترفا بصعوبة المأمورية بعد تسجيل الفريق المنافس لضربة الجزاء. أولا الحمد لله من عهد وفاء وربي سخرنا باش نكونوا شامبيون اللي ما ندارش عندنا دوبوي ديزاني رجع لنا رب العالمين في سيمو ربحنا كوب دافريك كي ني با فاسيل الفضل يرجع لهذا الببليك واش نقول لكم بالك هما اللي هذيك الوقفه ديالهم هذيك هي اللي خلاتنا حيين خلاتنا ما نطلقوش يدينا مالغري لو بينالتي تاع لا سيزيام مينوت. اللاعبون بدورهم أكدوا أحقيتهم بالتتويج بالنظر للمشوار الذي أدوه طيلة هذه المنافسة. نعود لتصريحات اللاعبين.
هذا الماتش هيستوريك وهذا النهار يريح في الاستوار. نشكروا كاع الجمهور الجزائري اللي شجعنا ونشكر هذا الانصار، انصار من ذهب، ويعطيهم الصحه اللي جوار يعطيهم الصحه كاع اللي وقفوا هذه وبصحتنا ومبروك علينا. الحمد لله يا ربي، تندار لهنا تندار لهنا، الحمد لله يا ربي. ما فرحه ما تقدرش توصفها لك. ان شاء الله ان شاء الله مازال من الالقاب، باسكو هذا الفريق فريق عريق يستاهل كل خير. نشكروا ثاني الانصار تاعنا اللي جاوا بقوه وعاونونا حتى الدقيقه الاخرى، نهديو لهم الكاس هذه والحمد لله اللي فرحنا وفرحناهم ان شاء الله. اللي شباب اللي دايرين كوب دافريك الحمد لله، باسكو انا مع اتحاد العاصمه تحصلت على جميع الالقاب، خصني غير تيتر هذا ان شاء الله يكون بالك سي لافان كارير تاعي بالك ان شاء الله. وبروح رياضية عالية هنأ مدرب يونغ أفريكانز التنزاني التونسي نصر الدين النبي فريق اتحاد الجزائر ومعترفا بأحقية أبناء سوستارا بهذا التتويج. تمتعنا بالأجواء بالنسق والانتنسيتي والليزيموسيون، يافي دو موسيون. أنا أظن اللي يعني القلوب الناس الكل كانت على قلوبها الجماهير اللي أسماخ خصوصا في الدقائق الأخيرة، وجات فرصة يعني زاد زلق في اللاعب كان ينجم يقدر. سيتي تخي تخي بال فينال سا الفي غيستي ميموغابل، عشتها كأي مدرب. نحب الربح اخويا، معناتها نحب نربح جوسكو بو، وبعد ما ربحتش نهني المنافسين، وهذيك هي كرة قدم الرياضة. من الذين تم تخصيصهم بالتتويج ابن الفريق لاعب اتحاد الجزائر والراحل بلال بن حمودة في لفتة طيبة من الطاقم الفني والإداري وكذا الجماهير. وليد غريبية معه أكثر تفاصيل. لم يحظى بشرف التتويج وهو على قيد الحياة، فخصه به زملاؤه وهو في العالم الآخر. بلال بن حمودة نجم الاتحاد الذي غادر هذا العالم قبل سنة إثر حادث مرور أودى بحياته وهو في مقتبل العمر. كان له نصيب من تتويج اتحاد الجزائر بأول ألقابه القارية. فرحان بالبزاف باسكو فت عليها مقبل مع الشان، حسيت شوية ولكن اليوم الفرحة راهي كبيرة، ماشي غير عائلة بن حمودة ولكن كل جزائريين فرحان بهذا التتويج، وهو حتى المرحوم راي ان شاء الله. وكان اللاعبين هما اللي داروا كاع، اللاعبين كانوا بالامنيه نتاعهم باش يهدوا هذا الكاس وحقوا الحلم نتاعهم وهدوا له الكاس. من زيارة لبيت المرحوم إلى حضور والده في مدرجات الملعب ومشاركته فرحة التتويج الذي لطالما حلم به فلذة كبده، لولا أن الأجل كان أسرع ليداهمه الموت في ريعان شبابه. بلال رحل جسدا لكن ذكراه بقيت حاضرة لدى لاعبي الاتحاد وعشاقه، وصورته لم تغب قبل النهائي أثناءه وبعده، ليكون لقب كأس الكاف أجمل هدية لروحه الطيبة قبل أسبوع واحد عن الذكرى الأولى لرحيله. جمهور من ذهب ملأ مدرجات ملعب 5 جوليا الأولمبي، جمهور فريد من نوعه صنع أجواء احتفالية كبيرة، الأحمر والأسود زين المدرجات وأعطى مشاهد خرافية، فاستحق اللاعب رقم 12 لقب رجل المباراة.
وفي حيث اصطار العريق خرج الكبار والصغار والرجال والنساء للاحتفال بعد تتويج فريقهم باللقب الإفريقي، لتستمر الاحتفالات لغاية الساعة الأولى من نهار اليوم، ضاربين موعدا لاحتفالات مستمرة لأيام. شوارع العاصمة هي الأخرى لم تتخلف عن الركب وعرفت خروج عشرات الآلاف من عشاق ومحبي النادي للاحتفال ومطلقين علنا الأفراح لساعات متأخرة من ليلة أمس. زميل أحمد صويلح عاش الفرحة مع الأنصار وأعد التالي. هي أجواء فرحة لمشجعين حق لهم أن يفوزوا ويحتفلوا ويخرجوا كي يجوبوا شوارع الجزائر تعبيرا عن فخرهم بالتتويج الإفريقي الأول في تاريخ فريق اتحاد الجزائر الذي حقق اللقب والنصر بعد عمل طويل وتعب كبير. هذا التتويج هذا انا سنيته كنت 50 سنه ملي كنت صغير انا سنه وكتش نفرح بهذا النهار اليوم والحمد لله تحققت الحلم تاعي تحقق. خويا من واد سوف ديف لي ياسما وتجور لي ياسما توجور لي ياسما ما شاء الله واي سنه ان شاء الله اتحاد سوف طلع جديد ان شاء الله انا معاهم تاني ان شاء الله. جمهور اتحاد الجزائر يعد احد صناع التتويج والقاسم المشترك في جميع محطات كاس الكونفدراليه الافريقيه منذ اول مواجهه في الدور التمهيدي الى غايه اخر مباراه لعبها اشبال المدرب عبد الحق بن شيخه أمام يونغ أفريكانز التنزاني الذي حاول الوصول إلى معانقة سيدة الكأس لكنها رضخت في النهاية لممثل الجزائر. سلام على تيتي وزوج الشجاعة لياسما وفرحونا بزاف بزاف. كنت خايفة حسبت لي راح يخسفهم ويربحوا. إن شاء الله تحية الجزائر ولياسما إن شاء الله بركة يقعدوا هكذا. فيف لياسما فيف. 86 عاما من الانتظار والترقب تتوج الاتحاد أخيرا بكأس غالية لفريق يستحق الأحسن والأفضل دائما وأبدا ولمشجعين أوفياء لن يرضوا إلا بالمزيد من الألقاب مستقبلا. هذا وهنأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم فريق اتحاد الجزائر عقب التتويج بلقب كأس الكاف واصفا اياه بالتتويج المستحق. ونشر الموقع الرسمي للهيئة الافريقية الكروية تهنئته لفريق ابناء سوستارا الذي ادى مشوارا مميزا يليق بصفة البطل. كما ايضا لم تتخلف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تهنئة ممثل الجزائر في هذه المسابقة وهنأته على التتويج. تتويج فريق اتحاد الجزائر جعل النوادي المحلية للبطولة تسارع لتهنئة ممثل الكرة الجزائرية في المسابقة الإفريقية في صورة فرق شباب قسنطينة شباب بلوزداد أولمبي شلف وعديد الفرق. نعم نتابع تهاني الفرق التي هنأت فريق اتحاد الجزائر على التتويج القاري والتشريف المبهر للكرة الجزائرية. العرس الإفريقي الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي عاش أجواء خرافية قبل أثناء وبعد المباراة. جماهير اتحاد الجزائر صنعت لوحات أبهرت الجميع وخاصة الحاضرين سواء الرسميين أو المتفرجين بالملعب وحتى عبر شاشة التلفزيون الجزائري. وعلى هذه الصور التي سنتابعها سويا نكون قد وصلنا لنهاية الجولة الرياضية. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء. في أمان الله.